شكرا للزميل حامد الحارثي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، صفرة الحكم ديفيد، وهنا المهارة، هنا المرور، هنا الانطلاقة، هنا كيتة قوية، ولكن الكرة مصلحة البرشا، ولكن الكرة بتتخلص، تعود من جديد في مكان، تسديدة قوية، ولكن الكرة بتتخلص. البرشا لا يريد التفريق أيضا، والمباراة القادمة بالنسبة لهم. هنا المحاولة، هنا تمريرة، هروب هروب، كاي ممتاز، ولكن الكرة بتتخلص. يا سلام، الله على الدفاعات، دفاعات يفكر ولا يرضى بغير الانتصار، بل الانتصار مع الاستعراض. إبراهيم، خطورة كبرى، كابتن الفريق ليونيل ميسي، الأعجوبة الثامنة، يتقدم، بيلعب لك كرة عرضية رأسية لكن مقطوعة. يا الله، أي ضغط، أي تسديدة يا رب، كرة بتعود بديل البرشا. هنا الكرة، هنا النقلات، هنا التمريرات، هنا المحاولة، هنا الإبداع، هنا تياغو، هنا إبرا. الله يا برشا، اللي في السيارات، هنا الكرة، هنا المحاولة، هنا التمرير، هنا إبرا، ولكن حارس المرمى. ميزة المان سيتي في 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 صفقاته بأن المبالغ كلها كانت متوازنة والتسديدة موزونة، لكن الكرة إلى خارج الملعب. المبالغ كلها يرسل لك كرة، ميسي استلام في مساحات ضيقة، إبرا، يا سلام يا لعيب، يا الله يا الله على المستمرة من جانب جاريدو. هنا الكرة، هنا التمرير، هنا المحاولة، هنا الكرة، داني يلعب لك كرة، إبرا، ليونيل إبرا، والكرة بتتخلص. يا الله، المحاولة، الكرة بتصل فيها دوران، المحاولات مستمرة، النافيجيشن اشتغل اشتغل، والكرة يا الله، شوف الكعوب، شوف التمريرات، شوف السرك، شوف الموسيقى. الله، إلى آخر لحظة، إلى آخر ثانية، ليونيل، كرة يا رب، سو نفسك ما تشوف الساعة، مددها، هنا كرة، محاولة، كرة، يا الله، هي كرة واحدة وكانت. يا بيلامي يا بيلامي، والله لو كنت حكما لما أطلقت صفرتي.